بابن ما امبراكليتون بإقاب إجن أبو طولوس تنبشاين دي بندي قوستي أبصادي خنان ميش الله Oh.
ونمجد اسمك القدوس لأنك صنعت معنا عظائم، أفضت موهبتك ذات الغنى على عبيدك هؤلاء. نسأل ونطلب إليك يا سيدنا اسمعنا ككثرة رأفاتك، سر بهذه الشرطونية الصائرة لعبيدك هؤلاء من قبل حلول روحك القدوس عليهم. قوم دعوة اختيارهم بطهارة بنعمة صلاحك، واخترنا معهم للصلاح لكي نعمل ونربح في الوزنة وننال مع كل الذين عملوا مشيئتك منذ البدء أجرة الوكيل الأمين الحكيم في ظهور ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. اعلم أيها الابن قدرة هذه الدعوة التي استقلت هي القسيسية، وتقليدك الأسرار العظيمة التي العهد الجديد بدرجة التعليم. فيجب عليك إذن أن تعمل وتعلم من جهة الأعمال الحسنة أفضل من الكلام، واذكر كلام بطرس الرسول القائل: إن القسوس الذين فيكم أرغب إليهم أنا، القس شريكهم والشاهد على آلام المسيح والشريك في المجد الذي يظهر. ارعوا رعية الله التي فيكم، وكونوا تفتقدوها لا بالظلم لكن بإرادة قلب، وليس كأنكم أرباب الأنصبة، بل كونوا مثالاً للرعية، لكي إذا ظهر رئيس الرعاة تأخذون إكليل المجد غير المضمحل. كن إذن عاملاً بالوزنة التي أؤتمنت عليها لتردها مضاعفة لتأخذ أجرة العبد الحكيم الأمين، وتجمع الشعب على كلمة التعليم مثل مربية تربي بنيها، لتخلص أنت والذين يسمعونك أيضا. امضي بسلام الرب معك. أعلم أيها الابن المبارك، أعانك الله إلى ما دعاك إليه ووفقك إلى ما وفق أبراره لديه، إن سيدنا يسوع المسيح له المجد قد اختارك لخدمته وصيرك مع عدد كهنته بما رفعك به من خدمة الشماسية إلى درجة القسيسية، وأتمنك على أسراره المحيية. فأصغي لما يتلى عليك من هذه الوصايا، واعرف قدر هذه النعمة التي نلتها والموهبة التامة التي أعطيتها من الآن. واعرف قدر هذه النعمة التي نلتها والموهبة التامة التي أعطيتها من الآن، أنك قد صرت بها مستحقا لمخاطبة الرب، شفيعا في مقادسه ومحل غفرانه على الشعب. فأعمل لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي إلى الأبد. لا تتوانى عن اقتناء الفضائل الروحانية مدام الروح في الجسد، لتنمو في الأعمال المرضية فيشرق مصباح ذاتك بأنواره المضيئة، وكن مثالا صالحا في القول والسيرة. عن جليل الأمور والحقيرة في العلانية والسريرة، واهرب من محبة المال التي هي أصل كل الأعمال الشريرة، واحذر من الشبع والسكر فإنهما يظلمان العقل العقول النيرة، وتجنب الحسد والشقاق والمقاومة والقساوة والهز والكبرياء، وابعد عن النميمة والوقيعة والافتخار الرديء والمحاباة والرياء.
واحذر أن تكون ذا لسانين ولا وجهين أو تشهد شهادة فيها ريب، فإنه مكتوب يجب أن يكون القسيس لا يوجد فيه عيب. وإياك أن تسرع يدك إلى الضرب، بل حب الله وجميع الخلق من كل النفس والقلب، واشتمل بفضائل التقوى والرحمة والعفة والتواضع والقناعة وإنسحاق القلب والاحتمال والصبر والوداعة. ولا تحد عن الإيمان الصحيح بربنا يسوع المسيح الذي هو أساس الدين وبه يتم الخلاص لسائر المسيحيين. واستضيب المطنيات مواظباً على القراءة والتعليم بمعاني الكتب البيعة وتدريب العلوم الدينية والقوانين الشرعية وعمل الشعب الله بالرفعة والحظ، وسيساهم بالعين المسيح والسهولة والرافة. وسر في مناهج هذه الآداب لتصل بها إلى مساكن الأبرار فائزا من أليم العذاب، وأوصيك الوصية الكبرى الضرورية التي هي أصل قيم الشريعة المسيحية، وهي أن تحب الجميع محبة قلبية بإخلاص الضمير وشهادة النية. والواجب عليك أكثر من كل الوصايا البيعية وأفضل من كل سواه من الأوامر الرسولية، وهو الاحتراس عند توزيع سرائر الرب المحية. ذلك منك بجد، ويكون ذلك منك بجد ونشاط واجتهاد، وتحقق أن الشاروبيم والسيرافيم وقوف بالمخافة والارتعاد. وكن عارفا بمقدار من هو ذبيح بين يديك، وأنه المسيح عمانوئيل الذي بذل ذاته عنك وعليك. واعلم أنك تقسم أعضاءه الناسوتية لا محالة، وتحمل على يديك الذي حمله سمعان الكاهن بالكرامة والجلالة. وأن هذه الكأس هي دمه المسفوك عن الخطايا، الذي به أنقذ من الجحيم جميع السبايا، النابع لنا من الكرمة الحقيقية الذي هو جنبه الإله الذكي من بعد أن أسلم الروح على الصليب. فيا لهذا السر الخفي، هذا هو جسد المقدس والدم الكريم اللذان صار بهما خلاص الخليقة. هذا هو حمل الله الذي رفع خطايا العالم وجذبهم للنور الحقيقي حقيقة. فكن منها ومنهما لنفسك أيها الابن غاية الانتباه، واحرس هذه الذخيرة كحراسة الشاروبيم لشجرة الحياة. احترس على هذه السرائر احترازا يخلصك من الجرائر، ولا تناوله إلا للحسن السيرة الصالح السمعة الطاهر السريرة. ورد من كانت طريقته شريرة لئلا يقتل نفسه، وتكون أنت السبب في الجريرة، والحذر من الإهمال لئلا تحصل المضرة. فإن العالم كله لا يساوي منه مثقالا من ذرة، وليكن توزيعك بترتيب ونظام وهدوء وسكون وحرص واحتراس، والتفتيش برمق العيون وعرض الأواني المقدسة على من يكون حاد النظر مرة واثنين وثلاثة. فإن العياد أوكد من الخبر، لكتكن خدمتك مقبولة ووسائطك مكرمة وصلاتك نافعة ونعمة الله عليك سابغة. والرب إله رأس الرئاسات وأساس السيدات وراهب الكرمات، مرتب درجات الكهنوت على الأرض كما هي عليه في السماوات، يعينك ويعضدك ويساعدك ويؤيدك بقوته على القيام، وباركك ونطفك.